الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وأحبكم في الله أجمعين. أشكر الشيخ مشعل حفظه الله على تنظيم هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر فضيلة الشيخ الحاي على هذا الدرس القيم. ولا شك أن علم الإدارة وفن الإدارة نبع من كلية وجامعة الإسلام والمسلمين والراشدين، لا شك في ذلك. حديثي اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة طي، وأنتم تعرفون شهرتها وشهرة سيدها حاتم، له ابن اسمه عدي، ومجهز ناقتين. يقول: إذا سمعت أن هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي سأركب الناقتين وأهرب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته سفانة ابنة حاتم الطائي، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، مرهم يردون إلي أموالي وغلماني وكل ما أخذوه مني. قال: نعم أفعل. وهذا يعطينا فقه بأن سيد القوم تقال عثرته ويتألف قلبه، فأمر عليه الصلاة والسلام برد جميع ما أخذ من سفانه، ثم قالت: وأمن أخي عدي. فقال: وأمنه. فكتبت إليه وقالت: تعال إلى أكرم الناس وأعظم الناس وأحب الناس، فقد عفى عنك، فتعال وأسلم. فجاء عدي وقد خرج من دين إبراهيم ودخل في دين النصارى وعلق صليب، وكان الصليب ثقيل حتى أنه يمشي وهو محندب، ففجر النبي صلى الله عليه وسلم معلومة في وجهه أربكته كثيرا. قال: ألقي هذا الوثن عنك، فإني أعلم منك بدينك، ألست تأكل المرباع وهو محرم عليك في دينك؟ يعني عامل ضريبة على قومك تأخذها وتأكلها وأنت في دينك هذا محرم عليك، تحلل حق نفسك وتحرم على الناس. هذه خلتها يعني يرتبك، منين لها المعلومة؟ ما يعرف أن القضية وحي. ف
فنزع الصليب ورماه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ويسر الله سبحانه وتعالى هداية هذه الأسرة الكريمة المشهورة اللي منطقتها حايل بين جبل سلمة وأجا، هذا الموقع. قال السفانة: يا رسول الله، إن أبي كان يقري الضيف ويعين على الحق ويغيث الملهوف، هل ينفعه ذلك؟ قال: لا لا. ما شوف، ما فيها مجاملة بالشغلات هذه. قال: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله أكبر، كل هالكرم، كل هالجود بمقابل المدح والثناء. خذيت المدح وخذيت الثناء، يضرب فيك المثل إلى يوم القيامة حتى يقال أكرم من حاتم، لكن ثواب الآخرة ما في. شوفوا خطورة العمل لوجه الله، شوفوا خطورة صحة العقيدة. كانت عندهم عقيدة صحيحة، عقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء، لكنهم خرجوا منها وتنصر. المهم، أسلمت المنطقة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر الأيام ويتوفى حبيب القلوب وقرة العيون وبهجة النفوس عليه الصلاة والسلام، فارتدت الأرض. وممن ارتد؟ بنو طي. فقام الصديق، وما أدراك ما الصديق، وزنت الأمة بالصديق، فرجح الصديق، خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجل بأمة، أمة من؟ أمة محمد. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. يزنها رجل واحد؟ نعم. الله، ومذكور في القرآن، مذكور في القرآن: والذي جاء بالصدق وصدق به، وصدق به هو الصديق. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل خالد بن الوليد سيف الله المسلول بعد ارتداد قبيلة الطي، أرسله يفتح وما أدراك بأبي سليمان. خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فقال له عدي: عند حدود بني طي، أيها الأمير، تحب تقاتل بسيف واحد أم بسيفين؟ قال: بسيفين. قال: أمهل القوم حتى أذهب إليهم وأدعوهم من جديد وأخوفهم بك وبجيشك، لعل الله يردهم على يدي كما هداهم على يدي. فأذن له خالد وأمر جنوده أن تضرب الخيام وترعى المراعي
وأن تترك المجنبات، مجنبات هذه الخيول اللي قاتلون عليها يسمونها مجنبة، يربطونها بحبل ويجرونها بالناقة، ما يركبون عليها إلا وساعة المعركة يريحونها، هاي دبابة مالتهم. شوف رضي الله عنهم وارضاهم افتحوا السند والهند وسووا العجائب. 17 سنة عمر هذا اللي فتح الهند والسند، محمد بن القاسم أرسله الحجاج. أنت تعجب من هالرجال، هذا الحين بو 17 يركب بقي يشفط على الناس وجس سكي طشر عليهم ماي، عشان تعرف صياغة الرجل. فدخل عليهم عدي قال: يا قوم عودوا إلى دينكم، فوالله استمهلت خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ها هو على حدود طي، إن ما عدتم إلى دينكم سيدخل عليكم لا يبقي لكم أثر. ها؟ قالوا لهم علمتكم. قالوا كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخذ أجرهم مرتين، عدي أخذ أجرهم مرتين، هداية الأولى والهداية الثانية. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعاد إلى خالد فقال: يا أبا سليمان، أسلم الناس وعادوا إلى دينهم وتركوا الردة. فدخل عليهم خالد يهنئهم بعودتهم إلى الإسلام، وسووا له حفلة عظيمة في استقباله. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وما أدراك ما خالد بن الوليد الذي قال عنه عمر: عقمت النساء أن يلدن مثلك يا أبا سليمان. الله. وتفتح طي مرة ثانية وتعود إلى الإسلام، ويعود خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيشه. كانت اللي تحركهم الرايات، ولا الصوت ما ينسمع، جيش منتشر، فيبي يمشي يبي يحارب يرفع راية حمراء، يبي يحرك يرفع راية بيضة بس، وهذول يلتفتون ويشوفون بهالحركات هذه، مثل ما يقول شاعر عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة، ها يقول: وإنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، قد روينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الله 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 الله. إلى أن قال: ها بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لأمكم فيها قوينا. كان يختمها بذاك الختام اللي بعد ما فيه: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. الله الله، رضيعة رضيعة، وأرجو حفظها، وأرجو يعني من أراد أن يعرف يعني الفخر عند العرب وكيف الإسلام، يعني لولا الإسلام لكان ربيعة كلت العرب كلها، هي ما فهمت ما خلاص يعني، لكن الله سبحانه بعث هذا الحبيب
فدخلوا في الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت قوتهم وسيوفهم وجيوشهم فاتحين، وصحابة مجاهدين لإعلاء كلمة الله. الله أكبر. و عاد خالد بن الوليد يبشر الصديق بعودة طي إلى دينها، ويفرح الصديق فرح عظيم لهذا الأمر، ويتوفاه الله سبحانه وتعالى يعني كم حكم سنتين، وجاء عمر وما أدراك ما عمر، ولعل فضيلة الشيخ حاي كلمكم عنه في فن وعلم الإدارة. كان عمر رضي الله عنه أمة واحدة، يعني تدرس في أي جانب من الجوانب تلقاه أمة. الشيطان يفرق من عمر، إذا عمر يمشي بطريق الشيطان يمشي بطريق آخر. فضيلة الشيخ ذكر لكم هذا الشيء، يفرق يخاف الشيطان اللي مدوخ الدنيا، يهج من عمر بن الخطاب، وتراه في دقته ومحاسبته شيء العجيب. خرج يعس، أين الحاكم الآن الذي يعس؟ ها؟ يطلع في الليل يتحسس على الرعية ويشوف أحوالها ويشوف أخبارها، وإلا أم تقول لابنتها امذق الماء باللبن، خلطي خلطي الحليب في الماء حتى يكثر. فقالت إن عمر نهانا. قالت أين عمر الآن؟ فقالت البنت وأين رب عمر؟ إذا عمر غاب، رب عمر ما غاب، عمر قطع عسيسه ورد بيته على طول، جمع أولاده، قال من منكم يريد أن يتزوج خير امرأة في المدينة؟ يعني كانوا يتوقعون أن يقول ابنة الأمير الفلاني، الأمير العلاني، رئيس القبيلة الفلانية، الأصيلة الفصيلة إلى آخره. فقام عاصم ابنه قال أنا يا أمير المؤمنين، قال اذهب إلى ابنتي بايعة اللبن فإنها خير امرأة في المدينة. على طول خطبها، تزوجها. ماذا أنجبت؟ أنجبت ليلى. ليلى من تزوجها؟ عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن أنوار ماذا أنجب؟ عمر بن عبد العزيز. هذا عمر ثاني طلع الحين. شفت السلالة الكريمة؟ لأنها كانت لوجه الله، مو للحسب ولا النسب ولا الجمال ولا المال ولا 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 أي سبب من الأسباب. طلعت لهم عمر ابن عبد العزيز. وما أدراك ما عمر ابن عبد العزيز؟ تقرأ سيرته تعجب. أمة واحدة يعني، وكان أرغب ما يكون في الخلافة.
ويوم أن كان أمير في المدينة كان أعظم مترف في المدينة هو. إذا لبس الثوب مرة واحدة ما يعيدها، يتصدق فيه، وإذا وضع العطر ينشم العطر من سابع شارع، سابع فريج. ويوم صار خليفة قامت تنعد ضلوعه وزوجته فاطمة، أبوها خليفة، زوجها خليفة، أخوها خليفة. سلالة عجيبة هذه البنت، ها؟ تقول لو شئنا نعد أضلاعه لعديناها من خوفه من النار، وأنه إذا ذكر النار يغمى عليه، يستيقظ نصف الليل يقول النار النار النار، طيح. يقول الأمة صبحت بدون خليفة، يحسبونه مات من خوفه من النار، يرشون عليه وصبح ويقعدونه ويفتح ويشوف الدنيا وهلها. أول ما بدأ بنفسه، بعدين بأبناء عبد الملك، أخذ كل الممتلكات اللي هم ماخذينها من الناس وردها. هكذا تكون البداية، ابدأ بنفسك ثم رد هو كل ما كان عنده. ومن العجائب راح شرى له بيت طين، وبيت الطين هذا خر. وبعدين ياتها الملكة الأميرة المدللة، ها، وشمرت عن ثيابها وشمر هو عن ثوبه، وقاموا يعجنون بريولهم الطين. كان تدخل عليها الجارة فقالت يا مولاتي ألا تأخذين شيئا على شعرك ووجهك عن هذا الخادم؟ قالت هذا ليس الخادم، هذا أمير المؤمنين يعجن معاه الطين علشان السقى في خر من البيت الطيني اللي خذاه وباع القصر. قالت هذا أمير المؤمنين؟ قالت هذا أمير المؤمنين، ماذا تريدين؟ قالت والله أنا جاية يعني أشكو بيتي وخراب بيتي ومعاملة زوجي يكون، لكن يوم شفت المنظر هذا، أنت ويا أمير المؤمنين تعجنون الطين وتسوون اللبن، هونت أنا ما أشتكي. إيش ردت عليها؟ قالت عمار بيتك خراب بيتي. يعني اهتمام الخليفة في تعمير بيوت الأمة من الدرجة الأولى، وآخر ما يفكر فيه عمار بيته. الله أكبر، الله أكبر. وهكذا أيها الأحبة، لا أطيل عليكم، الراشد أو الوزير الثاني عمر بن الخطاب كما تعلمون سوى العجائب. نذكر لكم بعض العجائب، منكم فضيلة الشيخ حايد ذكرها، لا بأس من تكرارها. رأى ابنه عبيد الله بن عمر سمينة، وإبل الناس هزيلة، فناداه قال ما لي أرى إبلك سمينة وإبل الناس هزيلة؟ قال والله ما أدري، المرعى واحد يا أمير المؤمنين. قال لا، الرعاة تقول افسحوا
لابن أمير المؤمنين، فيتركون لابنك أحسن المراعي ويخلون لابنهم أسوأ المراعي. يلا بيعها، خذ راس مالك ورد الزايد إلى بيت مال المسلمين فهو لا يحل لك. الله 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 الله، هذه عجيبة من العجائب. شلون لاحظ؟ شلون فكر؟ رده لك راس مالك بس بسمعتي أنا ومكانتي سمنت بعارينك، تبيني أدخل فيها النار؟ لا 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 لا. خرج رضي الله عنه وأرضاه يوما وإذا به يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسمع المدح ويسمع الثناء ويسمع، وهو أهل للمدح وأهل للثناء، فنهى أن يمدحونه وأن يثنون عليه ولو كان بأعماله. من العجائب، أبو عبيدة عامر بن الجراح كان هو قائد القوات المسلحة في فتح الشام، معركة اليرموك ومعركة أجنادين، أراد عمر أن يعطي الصحابة درس بأن النصر بيد الله مو بيد خالد. ليش الجنود كله يسجلون تحت راية خالد؟ كتب كتاب إلى أبي عبيدة: إذا وصلك كتابي هذا أحضر خالد بن الوليد واربطه بعمامته وناصفه ما عنده حتى تأخذ نعلا وتترك له نعلا. تخيل المعارك الآن تدور، وصل الكتاب فأخفاه أبو عبيدة حتى انتهت المعارك وتم النصر في اليرموك وفي إجنادين. قال جيبوا خالد. جابوا خالد، قرأ عليه خطاب عمر، فتبسم خالد ومد يده. الحين من يربطها؟ ما حد يجرأ يربط إيد خالد أمام جنوده. ما استطاع إلا رجل واحد، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة خالد. قال: إن خالد لا يعمل لعمر، إن خالد يعمل يجاهد لله لإعلاء كلمة الله. أربط، فكوا عمامته وربطوا يدينه أمام جنوده، لا انكسر قلبه بل ارتفع العز والمجد. نعم، لكن قال كلام خطير، قال: إن مت فاجعلوا عمر بن الخطاب يرى تركتي، يصير المسؤول عن تركتي. فأصابه من مرض هذا عمواس اللي ماتوا فيه 32 ألف صحابي في الأردن. بعدين عبر خالد هو معلول، وصل إلى حمص اللي بسوريا الآن، توفي هناك وقال كلمة خطيرة: خضت 100 معركة. 100 معركة ولا يوجد في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف
أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا قرت أعين الجبناء. لو أن الحرب والموت يقصر ولا يطول عمر، جاء من زمان أنا منتهي 100 معركة وهذا جسدي شوفوا مشقق وها أنا موت على فراشي. ما الحكمة أن الله موته على فراشه حتى لا أي واحد يتبجح ويقول أنا قتلت سيف الله المسلول؟ فأبى الله أن يموت على فراشه لأنه سيف الله المسلول، ما في أحد يكسره ولا في أحد يقتله. الله أكبر. المهم الآن عمر ينفذ الوصية، راح بيت خالد ولا بيت من طين، له قصر وله طابوك وله رخام، كانوا ذاك الوقت يعرفون. انت لو تقرأ قصيدة عمرو بن كلثوم وهو يوصف محبوبته شو يقول؟ يقول وسالفتان، يعني لها خد ورقبة كرخام أو بلنط، يعني يعرفون هذا الشيء، هذا يعرف الرخام والبلنط هذا نوعين من الحجارة اللي يبنون منها القصور، هذا وين في الجاهلية؟ ولا بيت طين ولا الأرض تراب ولا عليها حصير ولا فيها قصعة للأكل وقربة معلقة بالطوفة للماي والدرع والرمح والسيف. فلما رأى عمر ذلك اسمع ماذا قال: رضي الله عن الصديق فإنه أعلم بالرجال مني. لأن عمر كان دائما يقول للصديق اعزله، اعزل خالد في سيفه رهق، اعزله. والصديق يقول لا أعزله، لا أغمد سيفا سله الله ورسوله على الكافرين والمنافقين. الآن عمر يعترف: رضي الله عنك يا أبا بكر، إنك أعلم مني بالرجال. ثم التفت إلى بيت خالد وهو شو ماذا يرى أمامه؟ قال: رضي الله عنك يا أبا سليمان، عجزت النساء أن يلدن مثلك. عجزت النساء أن يلدن مثلك إلى يوم القيامة. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم نظر هذه الوجوه بلذة النظر إلى وجهك، وأحل عليهم رضوان الأكبر. اللهم واسقهم من الحوض الشريف. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأشكركم وأشكر صاحب الديوان الشيخ مشعل، وأشكر فضيلة الشيخ حائي على درسه ومن تكلم قبله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.